أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. عن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عن عمرو بن ميمون قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه مسلم في صحيحه. وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، 7 مرات كفاه الله ما أهمه، صادقا كان بها أو كاذبا. رواه أبو داود. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.